ازيكم يا جدعان؟ نوب. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعت لكم فيديو جديد. فكره فيديو النهارده هي فكره صعبه، لان هي انا معايا واحد هنا يا عم الشجره يابا. تعالى اتفضل معايا في الانتريه. انت بتقعد تسال كتير، اهم حاجه في اكل. لا، فكره فيديو النهارده هي فكره تحطيم ارقام قياسيه. هنحط من ارقام القياسيه بتاعت موسوعه جينيس، نشوف ايه الارقام اللي نقدر نعملها في البيت ونتغلب عليها، ونطلب من موسوعه جينيس تسجل اسمي واسم الراجل الطيب ده فيها ان احنا قدرنا نحطم الارقام دي. حسيت ان انا محتاج اعمل كده. اهم حاجه قبل ما نبدا فكره فيديو النهارده، يعني نوصل الفيديو ده ل 4001 لايك. انت طالع باللايك؟ تقول لي ليه 4001؟ اقول لك معرفش، انا الرقم ده بيغسلني من جوه. ده كشكول اللي فيه الارقام القياسيه. انت تاخد رقم وانا اخد رقم. ماشي، مين اللي يبدا بقى؟ عشان اول حاجه صعبه. واحد شرب نص لتر ميه في 30 ثانيه. هتعالي شربها في ثانيتين 72. فتح و... لا 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 لا. عمل كده. لا لا لا. يلا 3 2 1 بدا الثانيتين. بس خسرت انت. انا ما شربت اصلا، كانوا فات الثانيتين كده فشلنا في اول رقم قياسي الفاشل. نيجي بقى للتاني رقم قياسي، وده بتاعي انا اللي هعمله. الرقم القياسي ده هو رقم قياسي مضحك. انا مت ضحك وانا بتفرج على الفيديو بتاعه. كل 10 بسكوتو في دقيقه، او ما اشربش ميه، ما ينفعش اشرب ميه. فيها ست، دي فيها سته، سته وسته 12. استنى بقى نتفرج نطلع التوك من ادي ايه؟ مظبوط دقيقه. مظبوط، ادي ثلاثه سته. لازم تاكل 11. شجعني حمسني. يلا يا دولا افتح لي التليفون. يا باب نفتح يا عم، انا صح. يلا 3 2 1. عاش دول، عاش عاش عاش. يلا باقي 41 سنة. مرة واحدة باقي 30. عاش يا دول. يلا أربعة وعشرين، ثلاثة وعشرين. أنت على ما قلتها فات ست ثواني. 21. يلا سبعتاشر. أربعتاشر. 9 8 7 6 0 5. والله لا رحمه. 5 ثواني كده اول واحد دخل موسوعه جينيس. باكل بسكوت. يلا با ماشي. ايه طب ده عدى دقيقة كاملة على فكرة. هو بلعهم حط 10 وحدات في بقه. الجولة دي عادل كسب 12 واحدة في 55 سنة. موسوعة جينيس تبعت البتاعة بتاعتها دلوقتي، الجائزة بتاعت موسوعة جينيس. مش بتبعتها غير الرجالة، عشان كده انت مش هتاخدها. معايا اثبات وانا هعمل اثبات اللي بعده. لا ده وصفة كيكة مالكش دعوة بيها.
ده بقى اتفه رقم كويس انا شفته في حياتي. هنعمل ايه بقى؟ هناكل دول حبيبي. توقف خمس حبات امينيم فوق بعض. الرقم القياسي اللي في موسوعه جينيس انك توقف خمس حبات فوق بعض. احنا بقى المفروض نقصد توقف ست حبات. اثنين اثنين باي اربعة. يعني انا عايز في الكسابة يعني هو اوكي كان عنده فراغ ان هو يعملها بس عملها ازاي؟ بصت ازاي ازاي كده فيش يأس. لما انت حطيت الكيميات بقى هتعمل ايه؟ هيقع. لا 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 طب اوقف شدني شدني. هو حطهم في كام سنة؟ جه خم اتكسر الكم. وصلت للتلاتة. المصريين طب ما هي كده ما تحسبش. انا من رايي ان احنا فشلنا في الموضوع ده. صح. انا شايف ان انا لو قاعد فاضي وزهقان وجيت اعملها هتيجي معايا بالصبر. انا حاسس ان انا غبي. زبادي برجر ولا كده كده ما انا يا ابني ما انا كنت هعمله كده. وانا هغش منك انا ده بارت 3 من القصه. مفيش وقت البارت 3 في وقت تحت المقياسيه. ايوه اعمل ايه انت؟ الرقم القياسي انك تفرقع بالونه 13 ثانيه. ماشي سهل. احنا هنحطها 12 ثانيه. 12 ثانيه لون بناتي هيليق عليه. مش عارف انا بعمل ايه بس انا اشوفهم بيجهزوا. الاصوات دي ما بتطلعش هي مش انا ماليش بامانه هي بامانه ماليه فيه. ايه انت بتبدا امتى؟ انا لسه ما بدات. 3 2 1 لا ستوب ستوب ستوب. البالونة طارت. ستوب. انا فلتت مني وطارت مش فيه. طب انا بتاعت راحت فين؟ 3 2 1 فشلنا فشلنا فشلنا. وانت قبلها بثانية. الله. تاني رقم قياسي اقصر على التوازن. تاني صفر. موسوعة جينيس تجيلي بالرقم القياسي بتاعي عشان ما يقلش ادبي عليه. وانا تمشي من جنبي عادي. راجل هندي خريف 96. مين هذا؟ ما اعرفش. بس يلا. راجل هندي في خريف سنة 69 كان الجو حر. شرب مية. لا فعشان يبرد عليهم وهو ما عندوش مروحة حط 650 شفاطة في بقه ونفخ فيهم. ها؟ بالظبط كده. 600
350 شفاطه في بقه ونفخ فيهم بوف كده. وفي جوه 400 في جوه 550 شفاط. انا عايز اقول لك نصهم مش هيدخل. طب اوكي يعني انت هتاخد ال 50 وانا هاخد 50، عرفنا نخلص دول هندخل على اللي بعده. بيراميد بيسز 100 شفاط. دوس سبسكرايب يا صاحبي كده ودوس لايك واوعى على الفيديو ده، ده انا عمال احطم لك ارقام قياسيه متعبه جدا. الناس كانت بتشقى وهي بتحطمها، ده حرق وتعب وهدوم وبتاع، وانا بحطمها لك على ترابيزه متر في متر. صح سبسكرايب يا صاحبي. هم ما قالوش هحطهم في قد ايه، بس تقريبا هم دقيقه يعني هو ارقام كلهم هتعمل على الدقيقه. ماشي اللي هي دقيقه. احنا هنعملها تحطيم رقم قياسي لايف. ايوه هيدول. لا هيدخل والله هيدخل. احساس الترجيع انا عارف. عارف انت لما تحط تبقى عايز ترجع فتحط صبعك في بقك فتقق في الحمام. بنفس احساس لما الدكتور يدوس على البتاع ده من جوه. معرفش. بالصحة. فخدتي نو. فخد الشمال لا. لا برضه. وبس كده يا جدعان وبكده يكون فاكر الفيديو النهارده خلصت. عجبتكم فكره انا الشفاطات بوظت لي بقي. لو عجبتكم فكره الفيديو النهارده ما تنساش تدوس لها لايك عشان لو الفكره دي وصلت 4001 لايك هنعمل منها الجزء الثاني بحاجات اكبر بقى، يعني نشوف ارقام قياسيه اصعب من دي. مع ان دي كانت صعبه ومجهده بصراحه. بص دلوقتي شكله عامل ازاي، جاله تخلف. انت كويس. سلام.